جائزة شخصية العام الثقافية للدورة العاشرة هي باسم الأديب العالمي أمين معلوف، فليتفضل مشكورا. يعني بتصور اللي يكرم اولا الكتاب، يعني كل من يعمل في مجال الكتاب، الكتاب والناشرون والمحققون في والباحثون يكرمون عندما يوضع الكتاب في المقام الذي يستحقه. و يعني العنصر الفردي الشخصي طبعا يسر له الذي يكرم، وطبعا هناك شعور بالفرحة والامتنان، لكن المهم هو الكتاب، والمهم هو التركيز على الثقافة. المعنى مهم بالنسبة لي، لأنه أنا كرست معظم كتاباتي لتعريف القراء في العالم على صفحات من تراث العالم العربي، وبالفعل جاء في حيثيات الجائزة هذه النقطة بالذات، جاءت في الحيثيات، وهذا أمر يعني مهم بالنسبة لي. نحن في عالم اليوم هناك عدم معرفة، قبل عدم تفاهم، عدم معرفة بالآخر، عدم معرفة بالتاريخ الآخر، بتراث الآخر، هذا صحيح بالاتجاهين يعني. وأنا حاولت أن أكرس كتاباتي للتخفيف من هذا الجهل ومن هذا التنافر بين العالم الذي هاجرت منه والعالم الذي هاجرت إليه. لا أرى أي هدف أسمى من تشجيع الناس على القراءة، على فهم العالم، عالم الآخرين، وعلمهم كذلك، لأن من الضروري أن يشعر الإنسان بأنه يفهم الصفحات الأساسية في تاريخه، الصفحات التي تجعل ثقافته تستحق أن تكون في الصف الأول من الثقافات العالمية. الانطباع الأول الذي شعرت به هو أن هناك جواً من التلاقي بين الناس، أتوا من بلدان كثيرة وهم بكل وضوح يحملون ثقافات مختلفة وتقاليد مختلفة، وهذا شيء إيجابي جداً. أنا عايش مع أمين معلوف من أول كتاب عمله اللي هو الحروب الصليبية، يعني بال 1991 لآخر كتبه. الحقيقة أمين معلوف شكل حالة مهمة للقارئ العربي، اللي هو نقل القارئ العربي والقارئ الأجنبي، لأنه هو المشروع بالأساس للأجانب، ولكن كمان للقارئ العربي. علاقة أمين معلوف بالقارئ الإماراتي مش جديدة، علاقة من أول كتاب نشره جيت فيه أنا لهون على دولة الإمارات بمعرض الشارع، يعني الجيل من 15 سنة و20 سنة، كل هذا الجيل المثقف الإماراتي بيعرف أمين معلوف، حتى الجيل الجديد مبلش يتعرف عليه. أمين معلوف وقت إجا لهون كان في حوالي مجموعة كبيرة من الناس الإماراتيين الزائرين المعرض، لأنهم بيعرفوه، بدهم يسلموا عليه، بدهم يحكوا معه.
وبدن بالنسبة لكتبه طبعا كتبه من الأساس يعني قبل التكريم كانت كتبه رائجة، ولكن بعد التكريم اللي ما بيعرف على أمين معلوف بده يعرف مين هي الشخصية المقرمة من قبل الدولة، بقى كان في هجوم صاعق على 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 شراء هذه الكتب، يعني أغلب الكتب نفذت. بدأت إمارة سواء موقع إخباري إلكتروني، منصة إعلامية كبيرة واسعة تمتاز باستخدام أحدث وأفضل الوسائل التقنية الرقمية الحديثة في المجال الإعلامي. يضم الموقع مجموعة كبيرة جدا من المصادر الإخبارية على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. يهدف الموقع إلى تقديم خدمة إخبارية إلكترونية متميزة جدا على كافة المستويات. أطلقنا الموقع رسميا في هذا العرس الثقافي في مناسبة معرض الكتاب. هذا المعرض بما يحمله من أهمية كبيرة جدا في أنه يضم مجموعة هائلة ومتنوعة من الكتب على كافة أقسامها وأنواعها، وبالتالي كان حرصنا الشديد الحقيقة على أن نحن نطلع هذا الموقع بهذه المناسبة ومن العاصمة أبوظبي. بداية اليوم يمكن طرح موضوع سياسة الإمارات للقراءة من خلال وضع أنظمة وقوانين وسياسة مدتها 10 سنوات، أعتقد يمكن من أول مرة يمكن تطرح على مستوى الدول استراتيجية طويلة الأمد للقراءة. صاحب السمو الشيخ خليفة وضع عام القراءة كمحور أساسي في 2016. القيادة الرشيدة طلبت منا أيضا أن نركز ليس فقط على عام واحد ولكن على عدة أعوام، فتم طرح استراتيجية ل 2026 قائمة على عدة معايير ونعمل مع مؤسسات مختلفة. وزارة التربية اليوم طرحت مبادرات جميلة جدا، وزارة تنمية المجتمع، المجلس الوطني للإعلام، وزارة الصحة. الإنسان عندنا في الإمارات سيقرأ أو سيقرأ له من ولادته، عندما تخرج الأم المستشفى مع طفلها بأول يوم ستكون هناك حقيبة مكتبية كي تقرأ للطفل، لأن الدراسات كلها تقوم على أن أول 4 سنوات من عمر الطفل مهمة جدا لتكوين المعرفة أيضا كذلك. ولكن العملية ستكون مستمرة في جميع المراحل، سواء إذا كان طالب أو موظف أو كبير في السن. في النهاية هي استراتيجية متكاملة، القراءة جزئية أساسية من بناء الأمم، من تسامح الأمم، من ثقافة الأمم، ومن خلال أعتقد معرض أبو ظبي الكتاب واختتام هذا المعرض بإطلاق هذه الاستراتيجية ل 2026، استراتيجية دولة الإمارات للقراءة. استراتيجية إدخال مواد تمكنهم وتدربهم وتعطيهم القدرة على زرع حب القراءة والاطلاع، وخصوصا نركز على المراحل الأولى، الحضانات والصفوف الأولى. أما بالنسبة للمعلمين والخبراء مصادر التعلم الحالية الموجودين في الوزارة، فلهم برامج تدريبية وتعليم استمراري وتدريب مستمر، وكذلك في دورات متخصصة في هذا المجال سوف يتم تطبيقها في الميدان إن شاء الله في القريب العاجل. الوزارة طبعا من بناء على أوامر سمو الشيخ خليفة الدولة الله يحفظها، عندما أطلق عام القراءة قامت بالعديد من المبادرات من بداية إطلاق المبادرة. دولة الإمارات عندما تقرر أن تعمل شيء ونعرف أن هذا ضروري لتحقيق الأهداف الوطنية يطبق يعني بطريقة فيها ممكنات تضمن نجاح هذه المبادرة. ما نبغي نسوي مبادرة تختفي بعد أيام أو سنوات. وجود القانون، وجود الصندوق لدعم القراءة، هذه كلها ممكنات. قيام الوزراء شخصيا بإطلاق هذه المبادرة يبين أهميتها واهتمام الحكومة في هذا الشيء.